كنشكروا الجامعة الملكية لركوب الأمواج من أجل هذه الالتفاتة اللي هي الثانية من نوعها في المغرب لجمعية تغازوت لحاملي الألواح. وكنشكر السي ياسين إسحاق اللي نظم هذه المسابقة اللي كانت في المستوى الصراحة حتى المستوى ديال المتسابقين كان في المستوى. وشكرا على هذا التنظيم وانا فرحان بزاف. شكرا. كومبيتيسيون كانت في المستوى من ناحيه التنظيم ولا من ناحيه المتسابقين حيث ان كل شيء كان على ما يرام والحمد لله ترينينا العام كامل باش نجيو لهذه المسابقه ومن لي كونديسيون كانوا مزيانين كيف ما كتشوفوا ما كانش الريح كان البحر بلا دوكو كانوا كاع لي كونديسيون باش تكون مسابقه في المستوى. نظمنا اليوم النسخه الثانيه من تغازوت سوب اوبن 2024 بعد النجاح الباهر للنسخه الاولى العام اللي فات. هذه المسابقه ديال ستاند اب بادل اولى من نوعها هنا في المغرب، واحد المسابقه اللي تم تنظيمها تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لركوب الموج بشراكه مع جمعيه زوران تغازوت ضمن فعاليات المهرجان اللي كينظموا هنا في تغازوت، وايضا بشراكه مع جماعه تغازوت. كان تقريبا واحد اكثر من 30 مشارك جاوا من مجموعه من المدن، الرباط، مراكش، كازا، هنا في المنطقه ديال تغازوت. الهدف من هذه الرياضه هو التشجيع على ممارسه رياضه ستاند اب بادل وايضا ترويج لمنطقه تغازوت. ومرحبا بكم في عند جمعيه تغازوت لراكبي الالواح. السلام عليكم. كنشكر كاع المشاركين اللي شاركوا في هذه الكومبيتيسيون. كنديروا هنا السيرف، البادل وجميع انواع الرياضات البحريه. اليوم كاين واحد كومبيتيسيون ديال البادل ريس في تغازوت اللي انضمت للمره الثانيه. الحمد لله جيت للمركز الثاني حيتاش شديت موجه وطحت وما كملتش الريس مزيان، ولكن الحمد لله جينا للمركز الثاني على حسب كي داز مقارنه مع العام اللي فات. العام اللي فات كان الريح، ولكن هاد النهار هذا ما كاينش الريح ومزيان الجو الحمد لله. سمحوا لي شويه عيان الصوت ديالي وداكشي، وكنشكر كاع الناس اللي جاو وتالعام الجاي ان شاء الله.